خلينا نتعرف مع حضراتكم في بداية حلقتنا كده على حالة الجو النهاردة واللي من المتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية. والبداية من القاهرة 24-16، اسكندرية 24-17، اسماعيلية 25-17، الدقهلية 24-17، أما الغردقة ف 26-20، وأخيرا المنيا 25-14. أما بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: الرياض 27-18، أبو ظبي 28-23، أنقرة 11-0، لندن 13-8، واشنطن 9-1 تحت الصفر، وأخيرا بكين 11-3.